الستات لما يجوا رايحين الجيم يتلف عليهم زمايلهم في الجيم، خسي خسي، ازاي تخس، تتابع نفسها ازاي في الجيم، ادائها في الجيم، تقييمها للي وصلت له ان هي نزلت كام كيلو. والشباب لما بيروحوا بيتلف حواليهم ويعمل فورمه ومش عارف الاكل ايه والمكملات والخصب ايه، ويتابع ادائه في الجيم بشكل جسمه وحاجات غريبه كده. الحاجه اللي بنقولها دايما للي عايز اللي بيروح الجيم او يلعب الرياضه هي ان لا ان يبقى همه ان كل يوم صحته تكون افضل، ولا فورمه ولا انها تخس. لا شك ان اللي هيروح الجيم فتره طويله سنين او شهور حتى شكله هيتغير وهيعمل شكل معين للجسم، لكن اكيد مش هو ده السبب. السبب ان تكون الصحه افضل يوم ورا يوم، او على الاقل ان هو يقدر يحافظ على صحته. كذلك الست اللي بتروح يحمي نفسه من السكر، يحمي نفسه من الضغط، يحسن المزاج بتاعه، ويحمي نفسه من يفرغ الضغوط العصبيه اللي عليه. هو ده الفايده من الرياضه والفايده من الجيم، مش حكايه يخس او يعمل فورمه او الكلام اللي دايما بيجي من الناس اللي راح الجيم اول مره. دايما تبقى راح يبلغ كده ومنبهر مش عارف هو رايح يعمل ايه، ودايما البني ادم ايه كائن اجتماعي فبيدور على حد عشان ايه يدله هو احنا المفروض نعمل ايه. فانت لازم تكون رايح عارف هدفك وعارف انت عايز تعمل ايه، وعارف من الاول ان كتير من اللي في الاماكن عموما يعني في الدنيا عموما ممكن يكونوا بيعملوا غلط، فمش لازم تعمل زيهم. انت رايح وليك هدفك المحدد والواضح رايح تنفذه وتاخد الدش بتاعك بعد كده وتروح.